محمد عبد السلام، احد منظمين الوقفة النهاردة. احنا جايين مطالبنا واحدة، محاولة مقابلة السيد الامين العام او سكرتيرة الامين العام شان استصدار قرار تعيين اوائل خريجين دفعة 2013. القصة حضرتك بتبدأ من بعد ثورة 25 يناير، كان بدأ اتجاه الدولة انها تبدأ تعيين 20 الاوائل. ده تم في عهد الدكتور انذاك، كان الدكتور عصام شرف بدأ بالتعيين. بعد كده حصل دفعة 2012، كان اخر استصدار القرار من الدكتور حازم الببلاوي. دلوقتي احنا فات على تخرجنا تقريبا ما يقرب من عام، لحد دلوقتي لسه القرار طالع ما طلعش لاي اسباب احنا لا نعلمها. حاولنا نوصل بطرق شخصيه لوزاره الماليه نتاكد من بند الموازنه، اتاكدنا ان احنا الموازنه بتاعتنا موجوده في الدوله، موجوده في بند الموازنه تعيين 20 الاوائل. احنا عددنا ما لا يقرب، احنا حوالي 6000 طالب، حوالي 20 طالب على مستوى الجمهوريه، حوالي احنا 20 الاوائل في 6000 طالب تقريبا على مستوى الجمهوريه. مطلبنا واحد وحيد، استصدار قرار بتعيين طلبه اوائل خريجين دفعه 2013 مجلس الوزراء. لحد دلوقتي بنواجه تعنت كبير من جانب مجلس الوزراء، لحد دلوقتي مش عارفين القرار في تاخر. المشكله ان بعد الثوره حضرتك اللي كان بعد الثوره بدات اتجاه الدوله تعيين 20 اوائل، بدايه من عهد الدكتور عصام شرف بدا تعيين 20 اوائل كل سنه. وده تم تعيين 20 اوائل من دفعه 2011 الى دفعه 2003، كل الدفعات دي كلها كانت تعيين فيها 20 اوائل. مرورا بقى بدفعه 2011، مرورا بقى 2012، لكن اخر قرار اصدره كان الدكتور حازم البلبلاوي. دلوقتي احنا بصدد استصدار قرار لينا دفعه 2013 من المهندس ابراهيم محلب. نامل ان القرار بتاعنا يستصدر في اقرب وقت ممكن، لان كل تقريبا كل الحاجات موجوده، بندنا في الموازنه موجود. يعني مساله مش عارف باي وجه حق مجلس الوزراء لحد دلوقتي القرار بتاعنا لسه ما ادركش او مش على قائمه اولويات مناقشته.